بالنسبه للغله ديت احنا بنمسكوا الارض نخدموها، ناخد لها سكتين وبنسيبها تحمص وبنحط لها سباق بلدي وبنحط لها سوبر وبنطفوها، وبعد طفيان او تطلع للتخضير بنخضروها وبنسيبوها 21 يوم، وبنيجي مروينها راية المحياة، وبنيجي حاطين لها دفعتين كماوي وبنسيبوها لحد ما تقعد شهر بعد الرية الأولى ماشي، وبنروها الرية الثانية برضه بكماوي، بتاخد حطتين كماوي لوري وبتطيب على ايه، على 4 ريات الغل، وبعد كده بتنضم بقى وبندرسوها وبتجيب احلى محصول. الصنف اللي انت زرعه زرعين مصر واحد خدت تجاوي قد ايه؟ واخده تجاوي 60 كيلو. 60 كيلو زرع حراتي ولا عفيف؟ لا زرع تخضير. تخضير ليه؟ التخضير حلو وبتبقى السبله بتاعتها حلوه ما بتطلعش حشايش وبتبقى كويسه. طب الطريقه العفير بتتم ازاي؟ الطريقه العفير الارض بتبقى شراجي، بنمسكوا نبدروا الغلي وبنجوا قطعينها احضان وبنجوا مروينها ويطلع العاف اللي بنجوا مرشينه ايه؟ رش حشايش. وبتاخد كماوي وبتطير وبتبقى حلوه برضه وبتجيب محصول كويس. تمام. زي ما شفنا كده ده شرح مختصر جدا لمحصول القمح، طبعا شرحه معانا احد المزارعين اللي هو بيزرعه من اكتر من 15 سنة، وده باختصار جدا. فاحنا هنتكلم على اهم المعاملات اللي انت بتجراها علشان تاخد اعلى محصول زي ما احنا شايفين. طبعا محصول القمح ده محصول استراتيجي بيزرع في مصر في مساحة حوالي من 3 مليون الى 3,500,000 فدان. الفدان بيتراوح الانتاجية للفدان من 18 الى 20 او 22 اردب. طبعا الاصناف المنتشرة هنا في منطقة البحيرة صنف جيزة 177 وسوتس 14 وصنف مصر واحد ومصر اثنين. زي ما احنا شايفين كده الاصناف دي بتجود هنا، ويعني ده الصنف ده سوتس الصنف ده سوتس 14، الصنف ده مصر واحد. الاصناف هنا ما شاء الله الانتاجيه بتاعتها عاليه. لما اتكلم احد المزارعين عن زراعه القمح ان هو اهم حاجه عمليات الخدمه، ان انت بتبدا تحرث الارض سكتين متعامدتين وبتسيب الارض علشان تجف وتتعرض لاشعه الشمس كويس، عشان لو في اي حشائش تموت، اي امراض او اي مسببات امراض موجوده في التربه بتبدا تتعرض لاشعه الشمس وبتبدا تموت. بيتم بعد ذلك عندي طريقتين من طرق الزراعه، يا اما عفير او تخضير اللي هو حراتي. ايه الفرق بين الطريقتين؟ الطريقه اللي هي العفير بيتم حرس الارض سكتين متعامدتين، ثم بيتم بذر التقاوي بمعدل من 50 الى 60 كيلو جرام للفدان، ويتم تزحيف الارض بحيث يتم تغطية التقاوي حتى لا تكون عرضة للطيور اللي هي ممكن تتغذى عليها، وعلشان يحدث انبات جيد ما ينفعش ان تكون في تقاوي باينه خالص. بعد كده بيتم ري الارض مباشرة بعد تسوية الارض او بعد التزحيف، والطريقة ديت بيعاب عليها ان هي بتكون بتؤدي الى انتشار الحشائش بشكل كبير، لان طبعا ما بتبقاش روية ري كدابة اللي هي بدون زراعة او بزار البذور، لان هذه الرية بتؤدي الى خروج الحشائش، ودي بنستخدمها في طريقة الزراعة الحراتي اللي هي بيبدأ يروي الارض قبل زراعة او بذر البذور علشان تخرج الحشائش، بعد كده بيبدأ يحرثها تبدأ الحشائش تموت. ثم بعد ذلك بيبدأ يبدر التقاوي بتاعته ويبدأ يزحف الأرض ويقسمها لحواض ويسيبها لحد ما يحدث إنبات كامل، وبيبدأ بقى يروي رية المحياة ويحط معاها الكماوي بتاعه، وبيبدأوا يحطوا في أول تسميدة للقمح بيحط سماد اليوريا اللي هو 46.5 نيتروجين، وبعد كده بيبدأ يحط في المرة الثانية بيحط سلفات نشادر، وبيحط طبعا أثناء الخدمة بيحط سوبر فوسفات بمعدل
200 كيلو جرام للفدان، او 150 الى 200 كيلو جرام للفدان، وممكن نحط سماد بلدي بمعدل 10 متر مكعب سماد بلدي متحلل، او ممكن سماد دواجن بمعدل من 5 الى 7 متر مكعب. بعد كده بيبدأ بقى يهتم بعملية الري، بتاخد حوالي 4 إلى 5 ريات على حسب الظروف الجوية. لو في أمطار شديدة في الوجه البحري هنا بيبدأ بيقل عدد الريات، لو في أمطار خفيفة بيبدأ يزود عدد الريات، ممكن توصل إلى 5 ريات. وطبعا بيبدأ بقى يرش رشة مغذي. أهم فترة فترة خروج السنابل اللي هي التزهير دي، بيفضل ان هو يرش زنك، لان الزنك بيعمل على استطالة السنبلة بتاعت النبات، لانه بيتحد، لان عنصر الزنك بيتحد مع التريبتوفان وبيكون الاوكسين اللي بيؤدي الى استطالة السنبلة، وبالتالي بيدينا حجم سنبلة كبير. بعد كده ممكن بيفضل ان هو يرش سماد بوتاسيوم، بحيث ان هو بيعمل على امتلاء الحبوب. وكذلك بيفضل ايضا رش سماد او عنصر النحاس، لان عنصر النحاس ايضا بيساعد على ضبط عرق العجين في السنابل. بالاضافة ان هو لو ظهر عندنا بقى بعض الامراض زي الاصداء، بيبدأ بقى يرش بعض المركبات اللي هي موصي بها من قبل وزارة الزراعة لمكافحة مرض الصدأ الاصفر على محصول القمح. اما بالنسبه لمرض التفحم، فهو انتشاره التفحم السائف في القمح انتشاره قليل، وباقي الحشرات برضو اصاب يعني الانتشار بتاعها قليل جدا، ما فيش موجود عندنا في البحيره هنا اي اصابه بمرض ببعض الحشرات زي المن او التريبس او الحشرات الثاقبه المصري. وشكرا.